السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. فيديو اليوم راح يكون على طريقة خياطة هذه الرنة والمخدة، شمن دي طاب يقولوا لها بالفرنسي. ان شاء الله يا رب يعجبكم. خطوات بسيطة جدا، كنتوا كثار اللي طلبتوا مني كيفاش نعملوا هاد الحاجات البسيطة اللي نحتاجوها احنا كسيدات في بيوتنا. لقيت انه هذا اول بروجكت يعني راح يكون سهل وتقدروا يعني تبعوني فيه. من فضلكم يعني لو كان الفيديو فيه مشاكل قولوا لي. بارك الله. البنات هاول المفرش كسلا معايا اللي مخده، المخده وهذا المفرش أمين سوري الكفر الرانر. سوري عفوا وري. ايوه ربنا كريم وان شاء الله ربي بالصحه والهنا صاحبه الشغل، حاجه راقيه الحمد لله وبسيطه وسهله وتقدروا تعملوها بكل بساطه. شوفوا المخده كيفاش تكون في الباك. شوفوا المخده وهذا في الباك. شوفوا الرانر انا عملته عيد مبارك للباك عشان يكون تو ان وان يعني. عملته سيمبل في الباك يعني ما فيه ولا شيء. هذه هي ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الشغل وتكون الفيديو واضح ومفهوم يا رب. يا بنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاو المفرش طلع معايا الحمد لله، انتو حضرتوا من الاول للاخر. ها هاي الكورنر عشان تشوفوا الزوايا باش طلعوا معايا، وكذلك اوريكم المخدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جيتكم اليوم بدرس جديد اللي هو درس الرانر اللي حسب ما طلبتوه اللي انتوا يا بنات في الزوم. انا هعمل الرانر لطاولة الشاي او القهوة. انتوا حتعملوها تحبوا تعملوها الطاولة الكبيرة، تحبوا تعملوها للباد، انتوا ما تحبوا حسب ما حابين الديزاين اللي حابينه، وكذلك الديزاين كما تحبوه. انا عملت هذا الديزاين زدت فيه شوية طرز لان مناسبة رمضان والعيد ان شاء الله. انتوا حسب ما تحبوا حسب امكانياتكم اللي عندكم متوفر وحسب ما ديزاينكم. كذلك تعلموا دايما تخططوا وترسموا في مخكم او حتى في ورقة تصمموا، عملوا تصميم ولو بسيط وطلعوا فيه قدراتكم ان شاء الله يا ربي. فقط تجي حبة حبة ان شاء الله تقدروا لها ان شاء الله وتجيكم بالممارسة. انا عندي بلين فابريك طرست عليه، طرست عليه هنا، عملت هنا كتابة كل عام وانتم بخير، وهنا عملت كتابة رمضان كريم. مش عارفة يكون واضح في يجيب مقلوبة في الكاميرا. المهم انا عملت طرز يعني طرزات هنا، وعملت هنا كذلك كل عام وانتم بخير يعني تجي على ثلاثة. شوفوا وطبعا عملت اللون اورنج، انا حبيت اللون الاورنج. فباش اكسر اللون امين باش اطلع اللون مش اكسر اطلع اللون، لانه هذا اللون انا حبيت لون فاقع. شوفوا تعال هذه حاجه مهمه، الالوان مهمه جدا وهذه تدخل في الشخصيه كذلك.
فانا عندي اللون الفاقع اللي حبيته لون هوت كولر، يعني اللي هو الاورنج هو هوت كولر، حبيت هوت كولر لاني عندي القماش ساده بلين، وكما نقول احنا صامت، احنا بالجزائر نقول ما في ولا بريق ولا حتى شيء اتراكتين. ان الرانر لازم يكون شويه اتراكتين لانه في الميدل اوف ذا تيبل، ولازم يكون حاجه كده مش قولوا واو، بس على الاقل حاجه تبان، حاجه تبان. يا فانا وش عملت باش اطلع اللون الاورنج؟ حاولت الاقي اي لون اورنج تاني عندي، فلقيت ان هذا الفابريك القماش هذا اللي هو كان عندي يعني فتره، وفيه الجولدن كولر عجبني، حطيته مع شوفوا كيفاش اخترت انا اللون عشان تتعلموا كذلك انتم يا بنت كيفاش تختاروا الالوان. حطيته مع الطرز فشفته طلع حلو معاه، فقلت هذا يليق في الرانر اللي احنا عملوه ان شاء الله. وحشارككم معايا يا بنات الشغل ان شاء الله اكسكلوزيفيتي يعني. اجيب انا عندي رانر، حاجه مهمه جدا ان الرانر يجي مثلث، شوفوا او تحبوا تعملوه مستطيل، انا عملته مثلث فقط من فوق. تحبوا نعملكم يا بنات الباتن كيفاش ترسموه؟ هو سهل جدا، ها سهل جدا. الطول عرض عرض الرانر عندي 30 سنتي عرض الرانر. طول الرانر حسب انتم ما تحبوا، انا عملته من المثلث للمثلث، انا بحسب من المثلث للمثلث، عملته 1.23 متر. انتوا حسب ما تحبوا، دائما نقول لكم يا بنات شغل البيوت هذا الكوشنز والرانرز والكفر تيبل وكل هذا الشيء حسب ما انتوا تحبوا، حسب ما انتوا تقولوا، لانه كل واحد عنده ديفرنت فورنيتشر، يعني طاولات مختلفه واحجام مختلفه، انتوا حسب ما تحبوا. طبعا انا حبيت اعمله في النهايات، يعني شوفوا في النهايات عملته مثلث شوف مثلث. انتم تحبوا تعملوه مستطيل اعملوه مستطيل، يعني ستريت لاين. تحبوا تعملوه سيركل اعملوه سيركل، كيما تحبوا انتم يا بنات كيما تحبوا. افضل انكم تكووه خصوصا القماش اللي يكون خفيف، كما قالت سالت من دون امال، لما يكون القماش خفيف نكويه بالاديزيف. الاديزيف اللي هو زي هذا الماده اللي تتباع هي في كل اونلاين، وحتى في الشوب تلاقوها بتتباع. الاديزيف تشروها وتفصلوا نفس القطعه اللي عملتوها وتكووها بالمكوات، هي بالمكواه تلصق، شوفوا تلصق معاكم لانها اديسيف فيها جلو خفيف، هو هي معموله لهذا الشغل عشان تمتن لك ويبقى القماش عندك قوي وخشين واقف، لان الرانر لازم يكون واقف. واش راح نعمل؟ انا راح نعمل نفس الطريقه اللي عملتها مع المخده، لانهم لازم يكونوا مع بعض شغل واحد، راح نعمل نفس الطريقه. شوفوا يا بنات واش راح نعمل. اعمل بالدبابيز نفس الشيء. لاني عندي كورنر هنا، شوفوا كورنر كما وريت لكم في نفس الطريقه، نجي نخيط تا 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 هنا، نحط الابره، الف القماش وامشي ستريت عشان يطلع لي الكورنر اللي هو المثلث. هنا عندي مثلث مش زاويه، يا انا طبعا احكمها بالدبابيس فقط حاليا، وبعدها انا ما بحتاجش اعمل سراجه صراحه، اللي هو الباتي او الران ستيتش انتم تحتاجوا لو عملتوه، انا فقط اوريكم وانتم ما تحبوا تشتغلوا. طبعا خط السراجه يا بنات هو لتسهيل الشغل. وهكذا حتى أكمل
كل شوفوا ها مبدئيا شوفوا كيف طلع معايا. شفتوا مبدئيا ها شوفوا كيف طلع معايا. وبعدها اجي هنا طبعا نفس الشيء الكورنر زي ما عملت مع وريتكم في القطعه الفيديو الاول اللي هو تاع عملنا الكورنرز للمفرش الطاوله. شوفوا شوفوا كيف طلع معايا. شوفوا كيف طلع معايا. هذا لسه ما خيطتوش يعني هيطلع شغل راقي ان شاء الله. اكمل واوريكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم يا بنات هذا الفيديو الثاني للرانر او الشومان دو تابل او مش عارفه اسمه بالعربي. المهم هو يجي فوق الطاولة. انا عملت اللي قلت لكم عليه، عملت الزيادة اللي عملتها في الحواف للرانر اللي عندي. شوفوا ان شاء الله بس يكون واضح. شفتوا المثلث اللي فوق، وبعدها يجي مستطيل كله مستطيل حتى يوصل لتحت. ايوه ها. للامانه الكورنز زي ما وريت لكم يا بنات الكورنز، شوفوا عملت الطريقه اللي وريتها لكم بس عملتها على 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 طرف، لان القماش انا عندي خفيف كثير. القماش اللي ضفته خفيف كثير فتعبني شويه. ولما عملته في الحواف هنا اضطريت اضيف له قطعه ثانيه. شوف لو واضح انه مساعدني انه القماش هذا ما يبانش فيه يعني الحمد لله، بس هو خفيف جدا وتعبني فزدت له قطعه ثانيه عشان امتن الكونس ويجيني مثلث من فوق يعني حتكون شويه متعبه فكره المثلث من فوق هذه، خصوصا لو كان القماش الثاني خفيف. انا افضل لو تعملوا قماش يكون من نفس نوع اللي تعملوه في الوسط، بس طبعا لون ثاني عشان تكسروا اللون لازم يكون لون طبعا انا عملت طرزه، انتم اي شيء لون ثاني اللي على ذوقكم كما يقولوا، او تعملوا له الاديزيف. الاديزيف ما فهمتكم يا بنات، الاديزيف تلصقوه اللي هي قطعه تشتروها واللي هو اسمها الفيزلين بالفرنسي، نحن معروف عندنا بالجزائر اسمه فيزلين، تلصقوها على القطعة الثانية عشان تعطيكم قوة وسماكة. هذه هي الآن وش رح نعمل. طبعا أنا فصل كما فصلت فصلوا انتوما، فصلوا قطعتين من الرنر، لأن هذا رح يكون الوش وححتاج القطعة الثانية اللي حتكون هي القفا. أنا عملته على قطعتين، عملت القطعة الثانية عيد مبارك، مش عارفة يبان بالمقلوب يا بنات وهو عندي عيد مبارك مش واضحة كثير. المهم نعملها على قفا، يعني نعمل فيس تو فيس يعني الوش للوش اوكي، والظهر لبرا كما عملنا الكوشن، يا البهر الظهر لبرا يعني قفاه القفا او الظهر لبرا، يا مهمة جدا عشان ما تغلطوش. وعادي نفس الشيء نفس اللي عملته مع في العملية الأولى، أتأكد من المجر ما عملتش تون مخدة، أتأكد من المجر من إنه كل شيء صحيح، وأجيب أجيب ال 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 الغلاف نحطه على حرف الرانر، ونعمل نفس الشيء كله 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 كله. انا عندي رانر طويل انتوا حاولوا تعملوش طويل مثلي لاني حيتعبكم خصوصا في كبدايه، عملوه خفيف صغير عشان تقدروا تتمكنوا منه. ونعمل نخيط كل، شوفوا نجي هنا مثلا عندي مثلثات، يا لو عملت مستطيل حيجيكم سهل. نخيط هنا، شوفوا نخيط نجي للكورنر نعمل زاويه كما فهمتكم الابره هنا، نرفد الرجل الماكينه ونلف القماش، نجي لراس القماش نفس الشيء نعمل مثلث ونجي جايه وواك نفس الشيء كله، ونخلي فتحه صغيره للرانر يعني مثلا نخيط هذا كله ونجي نخلي هنا خلي مثلا منا لهنا ما نخيطهاش، خليها مفتوحه وحنفهمكم في فيديو الجاي ان شاء الله.